حجب الجن عن غيبه بعد أن كان لهم في السماء مواضع، وأنزل القرآن نورا يتلى فإذا الناس محجوب وسامع. إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هال في عينه كل ضائع. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واترك وراءك كل أثر جميل. فنحن في الدنيا ضيوف، والضيف لا بد له من الرحيل. لا تشتكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تحزن على الدنيا ما دام آخرها الرحيل، ولا تحزن على عمر ضاع فيك، ولا تبكي على زمن ضاع عمرك فيه، ولكن ابكي على صاحب لك خاب ظنك فيه. إن عصيت إن شاء عذبني، ولكن بجميل الستر غطاني. أعصاه فيسترني، أنساه فيذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. في هذه الليلة، ليلة التكريم، والتكريم نوعان: تكريم في السماء، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتكريم في الأرض، إذ ينادي المنادي: افرشوا للعبد فراشا من الجنة، ونعموه بنعيم الجنة. الله أسأل أن يجعل ما يتلى في هذه الليلة نورا على صاحبة هذه الليلة. أسعد معكم وتسعدون معي بالجلوس على أعظم مأدبة، هي مأدبة القرآن الكريم. الخطيب القرآني البارع والمتألق في سماء النجومية، فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك، ملك المقامات وقارئ الإبداع الأول، وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والذي نسعد به عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في الأمسيات الدينية وقرآن الفجر وقرآن الجمعة. قارئنا الليلة أشبهه دائما بالغيث أينما وقع نفع، قارئا من الآن ومن قبل ذلك يشار إليه بالبنان، فهو صاحب الصوت الرنان. وصدق القائل فيه إذ يقول: يا قارئ القرآن صوتك بلسم، يزداد العاشقون فيه تشوقا، آيات الله العاطرات سحر رائع، ينهل من نبع القلوب تدفقا. يا قارئا تتلوه في طريبة، والدمع في عينيك رمز للتقى. الله ما أجمل لسانك، عليه كلام الله فيه بهاء ونور ورفعته. إني رأيت العيون تنظر إلي لتأذن لي بالرحيل، لأن المقام ليس مقامي، بل هو مقام القراء وحملة القرآن وحافظيه. أترك الكلام لكلام الله يمتع القلوب قارئ القلوب الدكتور عبد الناصر حرك. الله أسأل له التوفيق والسداد، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. فليتفضل قارئ الإبداعي الأول إلى منصة القراءة. Yes, 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 yes.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. اذكر الله وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. الله يبارك فيك.
بسم الله مجراها ومرساها. بسم الله مجراها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تقم مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم الله لا يفتح عليه الله يبارك فيك يا دكتور عبد الناصر حق النبي. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم الله يفتح عليه. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وغيض الماء وقضي الأمر. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واستوت على الجودي. اشكر الله. ما يفتح عليك يا دكتور. نور من السماء نازل يا دكتور. واستوت على الجودي. واستوت على الجودي. واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الله يفتح عليك. احنا سيدنا ناكل حضرتك يا دكتور عبد الناصر. ونادى نوح ربه. ونادى نوح ربه. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ما يفتح عليك. ما يفتح عليك يا دكتور عبد الناصر. الله يفتح عليك. الله اكبر. كم سوى مباشر ولا ايه؟ مباشر ولا حاجه؟ لا لا مش عارف.
يا رب ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين عبد الناصر. فعلا يا عبد الناصر. ربنا يشرح صدرك يا رب. بارئ الوحيد صاحب الاداء المتجدد ربنا يشرح صدرك يا رب. ونادى نوح ربه. أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم
كأن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام فنان. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم معك. ما يفتح عليك يا دكتور. اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وأمم سنمت ثم يمسهم منا عذاب أليم. سلم يا رب سلم يا رب سلم.
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر 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 إن العاقبة للمتقين تلك من آباء الغيب نوحيها إليك الله سيدنا النبي صلى الله عليه نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر 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 إن العاقبة للمتقين حاضر تلك من أنباء الغيب نوحيها فاصبر فاصبر إن
عاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا من إله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم إلا على الذي فطرني. أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. في الباب تبقى شوية راح جاي كتير قوي. ربنا كتير قوي يعني. خلاص بقى ربنا يفيد عليك يا رب. نعم يا دكتور. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا السماء عليكم من
دكتور. لك عندك بقى. ده جاي فاضي يا. ده جاي فاضي. يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني إني توكلت على الله توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم صدق الله العظيم. يا من خلقت عيسى بدون أب وحفظت مريم من القذف والسب وجعلت سليمان يكلم من يأكل الحب وأحببت الحبيب محمد حبا ما بعده حب ارض عنا يا ربنا أنا وكل من قال يا رب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة الطيبة المباركة التي تلاها على مستمع حضراتكم علم من أعلام التلاوة وقطب من أقطاب الإذاعة
ملك المقامات وقارئ الداعي الاول الدكتور عبد الناصر حرق القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي. كنا في ضيافه لؤلؤه كهرباء مصر وصوتيات عالميه المهندس شريف مطاوع، كما كنا ايضا في ضيافه فخر قصور الضيافه المتلألئه فراشه اولاد شيخ الدار اداره عم الحاج ابراهيم شيخ الدار واولاده. ستنقل هذه الليله وترفع عبر وسائل الانترنت واليوتيوب عبر موقعنا المتميز المهندس ابراهيم عوض. وكل من تقدم بالعزاء كان سعيه مشكورا، ودائما وابدا البقاء لله وحده.